فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية في ساعتنا فين نحكيو هون ونستقبلوا العضو الجامعي معاذ بن زايد، نحكيو على الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة اليد اللي انعقدت السبت الماضي. سي معاذ اهلا بيك. مرحبا بيك سلام. شنو الأمور؟ شنو أحوالك؟ شوية تعب كما تعرف، كان نشاط ماراثوني كبير. شادة بعضها؟ والحمد لله معناتها الأمور ماشية معناتها في طريق سوي نقول أنا. باهي سي معاذ، حابين ناخذ من عندك أهم ما صار في الجلسة العامة وشنو هو النقاط اللي باش تبدلوهم معناها في القانون، نقاط تبديلهم معناها. وفما تركيز كبير اليوم معناتها كل ما يطرح عليه سؤال حول الجلسة العامة. أظن أعتبر معناتها فما تركيز أولاً على الجانب القانوني، وقع تغييب أهم حاجة اللي هي المسائل الرياضية اللي طرحت في الجلسة هذه. نظام البطولة معناتها. نرجع لسؤالك معناتها ما فماش إشكال. سي معاذ اسمع فيا، تقصد معناها نظام البطولة الجوانب الرياضية هذا؟ إي باش نجيك ما يسالش. أكيد ما نعرفش معناتها أول ما يطرح الجلسة العامة دائماً معناتها طرح علي أكثر من سؤال منذ 11 جويليا شنو جديد في القوانين. أي باش نجيك على كل، أنا فرحان أنه اليوم شارع رياضي ولا يهتم برشا بالقوانين معنا. لا محضر لك سؤال عن نظام البطولة وشنو باش يصير بالضبط، جاوبني على النقطة هذه وبعد نجيك. تعرف إسلام ولنا أنه بالجامعة من سنة 2012 اللجنة الشؤون القانونية على الأقل أنا لما كنت فيها معناتها من 2012 عقدنا على الأقل 5 جلسات عامة ما بين خارق العادة وجلسات عادية. كل مرة نشوفه أنه على المستوى القانوني دائما فما نقائص، فما حالات تحدث بعد من غير القوانين مناش قادرين أنه نستبقوها، والواقع الرياضي بين أنه دائما القاعدة القانونية في حاجة أنها تأثره. بالنسبة لنا معناتها نعتبره أنه آخر جلسة صارت يوم 13 أفريل 2018 كنا معناتها بصفة عام بنسبة 80% معناتها قمنا بترميم معناتها المكتبة القانونية الجامعة التونسية لكرة اليد، لكن قعدت بعض الجزئيات اليوم كي تقول لي شنو اللي ممكن خرجتوا به، نأكد لك أنه خذينا قرار أنا نعتبره قرار جديد في تاريخ الجامعة الكل، لما يتم الترفيع في عدد أعضاء المكتب الجامعي من 12 إلى 16. هذا جاوبنا مع مسألة تمثيلية كرة اليد. ألو نسمع فيك سي معاذ كمل. واليوم القاعدة توسعت، رقعت اليوم كرة اليد توسعت، فما جهات جديدة، فما رابطات جديدة. اليوم ما عادش نجمو نشكلو مكتب جامعي نعتبروه يمثل جميع الجهات وجميع الرابطات والجمعيات اللي هي في تزايد، فاعتبر انه قرار ممتاز ترفيع مع عدد اعضاء الجامعيين. مع العلم انه من 2018 احنا كنا احدثنا هيئة تنفيذية، هي الهيئة اللي مكلفة معناتها بمتابعة الشؤون اليومية للجامعة، هي الأداة التنفيذية للمكتب الجامعي، هي تنفيذية تتكون معناتها من 6 أعضاء. فالمبدأ أنه 16 عضو جامعي في المستقبل في سيره معناتها لعبة كرة اليد، لكن معهم بتبيع معناتها مجلس تنفيذي يتابع معناتها قرارات المكتب الجامعي، وزي معناتها آليات الحكمة معناتها في القولانة اليوم في المشهد الجديد اللي احنا لازم نتمشاو معاه. نعطيك مثال صغير اسلام، في جامعه كره اليد الفرنسيه مثلا فما مجلس اداره، ان كونسيل ادمنستراسيون يتم انتخابه في 47 عضو، بالطبيعه مانيش فرد واقع، مانيش فرد عدد المجازين، ومع معناتها عدد 47 عضو في مجلس اداره فما مكتب مسير يتكون من 14. لازمنا اليوم شويه نتطوروا على معناتها عمليه على مستوى نقول انا حوكمه الجامعه. تسألني شنو ما مقترحات أخرى اليوم وقاع معناتها المصادقة اليوم، أكيد معناتها تعرفوا أنه احنا كتونس من سنة 2018 المسألة هذه خاطر سمعت على اليمين وعلى اليسار وكأنه معناتها أريد بها قضية، وهي ليست بقضية مسألة الخروج من اختصاص لي وطنية التحكيم الرياضي. حبيت نفسر ونستغل المنبر اللي عندك اليوم نهائيا باش نفسر معناتها العموم، لأنه على مستوى الجلسة العامة الأمور كانت واضحة. تعرفوا تونس في مؤتمر الاتحاد الافريقي كرة اليد 27 اكتوبر 2018 كانت حضرت في ابيجان، والاتحاد الافريقي قام معناتها بوضع مجلة القانونية اللي يفرض على جميع الجامعات الافريقية تبني على مستوى درجة ثالثة على مستوى التقاضي تبني اختصاص هي التحكيم التابع للاتحاد الافريقي كرة اليد، وبالتالي كان على الجامعة لانه جاتنا مذكرة كسائر معناتها الجامعات الافريقية بتاريخ 21 فيفري 2020 وطلبوا منا جميع الجامعات تبني هذا الاختصاص،
والجامعة لما دخل الجلسة العامة كانت مطالبة أن تتبنى على مستوى قوانينها، هي حرة الجامعة على مستوى تنظيم هيكلها القضائية الداخلية، أنه معناتها اليوم تكون عندها هيكل قضائي ابتدائي واستئنافي، لكن كلما معناتها يكون الأمر يتعلق بالطعن في درجة ثالثة في قرارات والنزاعات الرياضية النهائية يتم اللجوء نهائيا لدى الهيئة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة اليد. كذلك معناتها من قولان المستجدات من الأشياء الجديدة أنه تبقى معناتها حتى المنشور الوزاري اللي كان وصل لنا كبقية الجامعات طلب من معناتها اليوم من جميع الجامعات معناتها انتخاب معناتها هيكل قولنا معناتها محايدة هي اللي تشرف على عمليات معناتها انتخاب المكاتب الجامعية، والجلسة العامة بتبيع مشيت في هذا الاتجاه وقام معناتها انتخاب رئيس للجنة المستقلة للانتخابات، ورئيس هذا معناتها من وزير ثقيل وقاضي وإنسان محترم جدا ومساعد في جمهورية محكمة الدية بتونس بطلب من الأندية، كانوا داولوا في ثلاثة أسماء ثم وقع الاختيار على اسم واعتبره من وزير ثقيل اسم ممتاز جدا، وهو نائب رئيس نقابة قضاة أستاذ أيمن شتيبة، وهنيئا لنا معناتها الجلسة العامة ولن كجامعة تونسية معناتها بيتي قرارات بالطبيعة، فما بعض القرارات الأخرى لتم عملية تسيير العمل، كي نقول لك مثلا نعطيك حاجة صغيرة أنه مثلا بالنسبة لأعضاء الجامعيين ليقتنوا أكثر من 70 كيلومتر على شعاع يفوق 70 كيلومتر من مقر الجامعة بالعاصمة يخولوا لهم معناتها الحضور ويعتبروا حاضرين حتى عن بعد حتى بوسائل الاتصال عن بعد. هذا هو. سي معاذ ما هوش تبعت معنا إشكال متاع يوسف معرف كان معنا قيس عطية وحكى معنا البارح هشام التركي، مثلا تشوفها أنه حان الوقت معناها باش نمشيو نبدلوا قوانين نمشيو الاحتراف وإلا مازال بكري مازال موش وقته تو؟ علاش نبدلوا قوانين؟ اليوم اللي يطلع على قوانين الجامعة يعرف أنه قوانين إن شاء الله تكون محترف، علاش مش من ناحية رأي تعرف حتى تاخذ رأي في الموضوع هذا معناها أي مانيش نعطي رأي في الموضوع. لا قصدي انا الملاعبي ان نجم يلعب بطولة تونسية ما غير عقد، معناها النقطة هذه كرة اليد تولي تمشي الاحتراف، معناها مش تحكي على القوانين في حد ذاتها. والله ما عنديش اشكال اسلام، معناتها انا اليوم موضوع كيما هذا فما خليه للاختصاص، مش نحكي عن النقطة نتاع يوسف بالذات، نحكي بصفة عامة معناها بصفة عامة اكون متأكد عنك عندك من احسن القوانين اليوم موجودة في على مستوى الجامعة التونسية كرة اليد، لكل ملف معناتها حقيقته لكل ملف لما يطرح يوضع على الطاوله الجامعه تنظر فيه، احنا ما عندناش ملف اللي تحدث عليه تحدثوا عليه دوما اليوم وسائل الاعلام لما يطرح ويتحدث اذا كان هذا باش يكون موضوع معناتها خلاف ما نعرفش اليوم قد تكون انا قاعد نسمع قاعد نتابع كيف كيفكم خاطر لاعب وقت معناتها دولي هذا، لكن انا نعرف في الاخر انه دائما الانديه الكبيره تلقى دائما معناتها حل بين بعضها، ودائما يهمونا زاد مصلحة اللاعبين أنه اليوم أي لاعب يكون معناتها في التوب فورم تاعه يكون موجود معناتها اليوم حاضر وعلى ذمة. سي معاذ مانيش نحب نشخص في حكي يوسف معرف فقط نسأل، هل علاش الملاعب مثلا اليوم مثلا نقولوا ملاعب شاب عنده حق يمشي الجمعية في خارج تونس من غير ما توافق جمعيته معناها؟ والله تسأل فيا في سؤال معناتها وكأنك تحب نعطيك موقفي، موقفي مش نعطيه في الموضوع هذا، قلت لك حتى نجي ملف، ممكن أنت عندك موقف أو عندك رأي أو قريت رأي، يا ما عنده رأي في الموضوع هذا مش تعطيه اليوم في وسيلة إعلامية، وما تسميش إشكال معناتها لا بالنسبة للمكارم ولا بالنسبة للترجي ولا بالنسبة للاعب. مش حاب تفهمني سي معاذ، مش نحكي مانيش نحكي على يوسف بصفة خاصة، نحكي بصفة عامة في الموضوع هذا معناتها أي لاعب. والله يا إسلام جاوبتك يا إسلام، قلت لك راهو أعطيني حالة أنه اليوم فما لاعب متضرر من قوانين جامعة تونسية كرة اليد. قلت لك عندنا قوانين واضحة. الأندية هي متضررة أكثر، مش اللاعب معناها. نعم الأندية هي المتضررة، معناها يتكاوى اللاعب وبعد يخرج لك البرا بلا فلوس معناها تصور الأندية هي المتضررة. والله سؤالك ممتاز هوني ونحب نتواصل معك في النقطة هذه ويعطيك الصحة على السؤال. هو تعرف إسلام أنه القوانين الاتحاد الدولي هي اللي معناتها نقول أنا تهم النظام العام على مستوى مثلا عملية انتقالات الدولية، معناتها اليوم تحكمنا اليوم، فنحب نذكر بمثلا
تتذكر بالنسبة ليوسف معرف في علاقته مع المكارم لما غادر ناديه الأصلي إلى النادي الأهلي. مش حتى هو سي معرف، نعطيك اسم آخر يعني مثلا لاعب في منزل تميم وسيم بوسيمة كمل الموسم هداف البطولة بعد خليني نكمل الإسلام أي حبي جوست حبيت نعطيك الزومب بس ما تشخصوش في يوسف معرف فقط معناه. عطيتك المثال كنت تسمعني شوية فقط تحت الفايدة للناس اللي تسمع فيه تفضل يفضلك معنا. فقلت الحالة اللي وقعت مثلا من اليوسف لأن كان الحالة التي أفاضت مع قطرة الكأس فهمتني وخليت حتى تونس تتحرك على المستوى الدولي، وذي حبيت تقول لك عليه أنه قانون الاتحاد الدولي ما كانش يحمي الأندية المكونة، ما كانش يحمي النادي اللي ما عندوش عقد كتابي مع اللاعب لما يغادره. وكانت آخر حالة تعدينا بها هي حالة يوسف معرف مع جمعية مكارم مهدية، يلقى روحه نادي مكارم مهدية مش من حقه أنه يطالب منح التكوين على مستوى معناتها قانون انتقالات بين الجامعات للاتحاد الدولي كرة اليد. وكنا في مؤتمر غوتبورغ بالسويد معناتها كوننا كتلة كبيرة والنقطة هذه طلبنا أنها تراجع، ونأكد لك أنه من 1 جويلية 2019 بعد صفقة انتقال نقولنا اللاعب يوسف معرف نادي الأهلي تغير قانون الاتحاد الدولي، واليوم يستلمي على قولنا ريغلومون فوتبول، معناتها اليوم أصبحت عملية استحقاق منحة التكوين معناتها عملية جائزة ومستحقة المنحة هذه في جانب معناتها النادي اللي يكون عنده عقد ولا ما عندوش عقد مع اللاعب اللي كونه يغادره. واليوم بمقتضى معناتها قانون الاتحاد الدولي جميع الأندية في العالم من 1 جويلية 2019 نقول أنا معناتها اليوم محمية. هذه الفكرة اللي حبيت نوصلها راه. واضح. باهي سي معاذ، بالنسبة لقانون البطولة شنو تم فيه نظام البطولة؟ يكفى السؤال. بالنسبة للنظام البطولة بعد أخذ ورد والحقيقة كانت فما ديمقراطية كبيرة وكان فما نقاش ساخن وقاع تصويت أول ما بين الأندية على مستوى شرفي والباء بين مؤيد وبين رافض لفكرة الدمج، ولقينا أنه نسبة الأندية اللي ماشية في الدمج معناتها دمج القسمين مع اعتماد تقسيم جغرافي جديد في قسم واحد والقسم وطني باء أكثر معناتها شوية، لكن كي شفنا انه الاجواء سخنت شويه الحقيقه لما يبدا فما رهانات رياضيه من نوع هذا وانديا مش متفقه، ولا نقول لك راهو عملنا اجتماع تحضيري بهم، لكن لما تحطهم وجه لوجه نعرفوا انه العمليه سخونه. خذينا قرار في الفتره المسائيه في الجلسه العامه نهار 11 جويلة 2020 قلنا انه في الاخر لازم مكتب جامعي يحسم المساله هذه. حاجه الباهيه نقول ديما تقعد اجواء معناتها الجلسات العامه وديمقراطيه اللي تحكم اجواء جلسات كره اليد معناتها جوية ممتازة كبيرة. جاونا الأندية قبل ما نخرجوا لأنه يعني خذينا قرار اللي احنا باش نحسموا فيها المسألة كمكتب جيمي، وجاونا وأكدوا بالإجماع أنهم واقفين موافقين سمحني على مسألة الدمج ذينا بين شرفي والوطني ب. بالنسبة للقسم الوطني A بكل عادة كما تعرف معناتها نفس النظام باش يتم الإبقاء عليه، 4 ينزلوا 4 يصعدوا من الباء للألف، فما ممكن نقول انا تعديل صغير فوز المكتب جاي نشنظر فيه نخليه معناتها الاجتماع اللي بيكون يا يوم الجمعه يا يوم الثلاثاء، وفي خلال هذا الاجتماع معناتها باش نخرجوا الصيغه النهائيه حسب ما اتفق عليه في الجلسه العامه ومعهم بروتوكول التدابير القانونيه والاداريه الخاصه بعمليه الانتقال وتنديد في مفعول الاجازات، وفما معناتها جانب يهم اعفاء معناتها الأندية من جزء دفع جزء من المستحقات في أثناء فترة الحجر الصحي هذي كل باش نخرجوه إن شاء الله في اجتماع المكتب الجامعي. التعديل اللي نجمو نعرفه بخصوص شنو بالضبط؟ نعم التعديل اللي قلت عليه صغير نجمو نعرفه بخصوص شنو بالضبط؟ والله شوف أنت فما مقترح أنه ممكن كيما فما صار معناتها قلنا امتياز صغير. امتياز شنو الامتياز؟ أنه نعرفه بعد 30 جوان ممكن البطل مش هو اللي باش يكون قبل 30 جوان واللي باش يكون بعد 30 جوان، اكيد مش نفس الفرق اللي تستحق النزول قبل 30 جوان بعد 30 جوان، فمن باب العدل والانصاف ممكن نقول انا قد يطرحوا في مكتب جامعي هذا باش ننظروا فيه ونفصلوا فيه انه فما امكانيه معناتها اجراء دوره براج صغيره من اجل زوز مقاعد اضافيه
هذا معناتها على مستوى القسم الوطني ألف. ونعرف أنه سنة فيما بعد أكيد أنه عدد الأندية مش يكون مؤثر، لأنه شفتوا أنتم مشروع الإدارة الفنية والمجلس الوطني الفني ومقترحاته أنه السنة اللي بعدها في جميع الحالات تخرج معناتها بطولة ممتازة ب 12 أو 10 فرق، ما فيش إشكال معناتها اللي بيقعد سواء قعدوا 6 أو قعدوا 4 ستضاف لهم معناتها كذلك أندية أخرى من الوطني باء. وهذا معناتها نظام تدريجي نقول باش يتم على سنتين. ما نستبقش، أنا ما عنديش الحقيقة رأي، أما هذا اللي تحكي فيه في الجلسة العامة ونخليه المكتب الجامعي يحسم الجزئيات الصغيرة بدون الخروج على النص، بدون خروج على ما قررته معناتها الجلسة العامة للأندية. نكم معك آخر سؤال سي معاذ، هل تم تحديد مدرب منتخب ولا ما زال؟ فما مدرب منتخب وذا يوصل لجلسة الجامعة، عنده على قولين الكونش متاعه اسم مدرب، معناتها قولين مدرب منصوح به حتى من جهات رياضية صديقة رسميا، قولين جهات رسمية. فيما بعد مسألة مع تعاقد مع مدرب أجنبي أو رجوع لإطار الفني التونسي، هذا بشي يحسم رئيس الجامعة مع المدير الفني معناتها. قلت لي عنده اسم، يعني تم تحديده هكا فهمت منك ولا ايه؟ والله هي عنده اسم بالطبيعة، عنده اسم، عندي فكرة أنا، لكن الحقيقة منجمش تحدث في الموضوع هذا، ملف هذا من اختصاص رئيس الجامعة. على الأقل تونسي ولا أجنبي؟ قلت لك أجنبي. أجنبي إن شاء الله أجنبي. نحن نسأل سؤال، قول أنت صحيح ولا غلط يا معاذ، عندي معناتها معلومة تقول اللي كانت توجه للسيد حافظ الزويبش باش يقود المنتخب، لكن بعد التمديد للجامعة أجل تأجيل الانتخابات ولا تحلت تم العدول على القرار هذا، صحيح ولا؟ لا ما شوف، التأجيل والتمديد ما عنده حتى علاقة باختيار المدرب، احنا نخدمه معناتها للمكتب اللي يكون موجود، ما نش الحق اليوم ما معناتها ما نحطوش إطار فني ونضيعوا معناتها وقت وبطولة العالم قريبة وعلى ما يبدو باش تكون في موعدها. لكن بالنسبة للأسماء طرحتهم الكل طرحوا، ما فما فرضيات الكل صحيحة، مش نقول لك ماكش صحيح، لكن الحقيقة فما برشا نقول أنا اليوم أطراف بالطبيعة ترغب في تدريب المنتخب، وكلهم أطراف معناتها عندما تقول في روحها فما مرحلة كيف باش نخوضوها باش نشوفوا هل انه المدرب اللي باش يمسك المنتخب قادر انه اليوم، انت تعرف سلام انه فما لاعبين كيما انور بن عبد الله، يوسف معرف، اسكندر زيد، اذا كان اليوم خذاوش معناتها وقتهم ما عادش باش ياخذوا وقتهم، فلازم المدرب اللي اليوم الجيل هذا يطلع معاه. واكيد زاد فما زوز لاعبين على مستوى معناتها اليوم الاواسط ولا صغر، زاد لازم تدريجيا ياخذوا وقتهم. لازم المدرب اللي يكون قادر يخدم مع الفئة معناتها العمرية هذه من اللاعبين، بتبيع بدون ما ننسى انه عندنا ركائز معناتها باش يتم استرجاعهم، وحاضرين ديما حاضرين سلام احنا. ألان بورت نجح مع سامي شمع شوبي، نجم يكون هو ولا لا صعيب؟ ألان بورت أي. لا ألان بورت صعيب، أولا مع الجزائر جامعة صديقة بالنسبة لنا أولا، وعنده برنامج، وحتى الجامعة الجزائرية قاعدة تبني في برنامج ممتاز، واليوم لامبورت كيف خذا وقته كيف مدرب ممتاز ما نفكروش فيه، عمرنا ما فكرنا فيه. قلت لي فما سامي شيق على استرجاعهم بإذن الله، المنتخب عمره ما يفكر بيه ما حتى قدام، حتى تحكي على الصانعي وجاب الله ولا فهم لاعبين اخرين؟ نعم تحكي على الصانعي وجاب الله ولا فهم لاعبين اخرين؟ قلت لك اللاعبين الكل الابواب مفتوحه لهم، ما فيش كلام، فما حتى لاعب غدرنا راه اي فما اعتزلوا هذا مزوز قالوا، والله كل واحد يقول اللي حب، احنا ولاد تونس ولاد المنتخب والنافع عشان نحكي. من هنا لوقتاش نعرفوا هويه مدرب المنتخب؟ ان شاء الله ما نفوتوش اسبوعين باذن الله. ان شاء الله، شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكرا ليك وشكرا على كل التفاصيل الرياضيه. مرحبا. دونك نمشيو للاخبار مع زميلتي فدوى تركي بعد المواصلين في ريبلاي في الجزء الاخير.